اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناه الاخوات الثلاث. وصفتنا اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره عن حلوه من الحلويات المغربيه التقليديه اللي هي المفلحه بالكاوكاو. كتجي لذيذه شكلا ومذاقا. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير، هنا عندي 30 غرام ديال الزبده، غادي نضيف لها قبصه ديال الملح. من بعد غادي نضيف جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. غادي نبقى نخلط هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا مع بعضهم. من بعد غادي نضيفوا الدقيق، تقريبا 5 ديال الكيسان ديال العنبه، وحنا كنخدموهم بهاد الطريقه كنرملو بحال الا كنفتلوهم. مهم باش هاد تنسجم العناصر مع بعضها. عاد غادي نضيفوا تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الماء زهر، ونستمروا بنفس الطريقه. من بعد غادي نضيفوا الماء تدريجيا تقريبا حتى كنجمعوا العجينه ديالنا مزيان. هنا تقريبا كاس ديال العنبه ولا كاس ونص، المهم باش تجمع لكم العجينه. خليكم مع تتمة الفيديو.